نعم. الشيخ بالنسبة لتأخير الزكاة إذا كانت لمصلحة الزكاة وهي معينة معروفة مثلا، شلون؟ تأخير الزكاة، ها؟ تأخير الزكاة إذا كان يروح المصلحة، نعم، وهي محددة القيمة، يعني عندهم نظام يحددون القيمة ويضيفون عليها نسب لكل سنة، لو أخرت مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة ما أدري يعني. يعني أخر تسليمها للمصلحة. إن أخر ما دفع الزكاة تأخير على النظام إنهم معروفة القيمة اللي ستدفع، فتأخر شهر أو شهرين يعني تأخر لم يسلمها للحكومة. الحكومة لماذا؟ الواجب على الإنسان أن يؤدي زكاة فورا، كما أن الدين لو كان لآدمي وجب عليه أن يؤديه فورا، إذا لم يؤجل وكان قادرا على تسليمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مظلم الغني ظلم، وقوله: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وعلى هذا فالواجب أن الإنسان يبادر بدفعه، لكن إن كان من عادة الناس أن تأخذ زكاتهم من الحكومة وأخرها خوفا من أن تأتي الحكومة وتطالبه بها، فهذا لا حرج عليه، فهذا لا حرج عليه، ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويتسلمها منه. السؤال واحد، هو نفس المشكلة، يعني المحل هذا بيع مرتين على شخصين، يعني هل كل شخص يدفع الزكاة لمدة 6 شهور؟ لا، يعني اقتنى المحل إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل ثمان الحول، فإن كانت عروض تجارة فما قبضه المالك الأول يزكيه مع أمواله. مثال ذلك: إنسان عنده أرض للتجارة فباعها قبل حلول زكاته بشهرين، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي، إذا حلت الزكاة بعد شهرين يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض. أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكنا له فإنه لا زكاة عليه، وإن كان قد مضى عليه أكثر الحول. أما الثاني الذي انتقلت إليه فينظر هل انتقلت إليه على وجه تجب فيه الزكاة، مثل أن يكون اشتراها للتجارة، فهذا ينبني حولها على حول ماله الذي عنده قبلها، وإن كان اشتراها ليبني عليها ويسكنها فإنه لا زكاة عليه.